نحب نعرف اللي يعمل عمره ولا اللي يعمل حجه معناها اون برانسيب معناها يكون مغطي معناها ما تكونش هكاك كان غلط صلحولي. محمد نبينا بنور هادينا من مكه حبيبي نور سطع المدينه من سبحان الله وكهو ما عندي ما نعلق خليكم التعليق لكم انتم. هل يجوز معناها للمرأة تعمل عمرها هكا؟ ما نعرفش. قالوا أصحاب الدين هم اللي جابوني على السؤال هذا.